قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالأسكندرية وجامعة الأسكندرية وعدد من جمعيات المجتمع المدني بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشائر الخير بالأسكندرية. ضمت القوافل الطبية عددا من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة وصيدلية، وذلك لصرف العلاج بالمجان، وعددا من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم الطبي للمواطنين خاصة في المناطق المستحدثة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وعدد من جمعيات المجتمع المدني والنقابات الطبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشائر الخير 3 و5 بالإسكندرية، وذلك خلال شهر نوفمبر لتقديم الخدمة الطبية بالمجان للحالات المرضية في مختلف التخصصات الطبية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان. صدرت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بتجهيز والإعداد لقافلة طبية تقدم خدمة لأهالينا في منطقة بشائر الخير 3 و5، وفي إطار تعاون بين قيادة المنطقة الشمالية ومحافظة الأسكندرية ممثلة في مديرية الصحة تم عقد اجتماع تنسيقي قبل بداية القافلة للتجهيز لها، وفعلا يوم 1 نوفمبر انطلقت القافلة. تواجد معنا في القافلة هنا 16 عيادة متنقلة في تخصصات مختلفة تشمل كل التخصصات الطبية، ثم امتدت الأزرع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وقدمنا محاضرات ثقافية وندوات صحية لأهالي المنطقة تجاوز عددها 3300 ندوة. تم عمل ندوات للإعلام الصحي للتعريف بالخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة للمواطن في ربوع اسكندرية كلها، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من 75,000 مواطن من قاطني بشائر الخير 3 و5، كما تم فحص أكثر من 160 طفلا من ذوي الهمم. تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصا منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.